الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الإسماعيلية تمكنت من ضبط 6730 طربة مخدر الحشيش بزنة 673 كيلو جرام عند تاجر مخدرات بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية. هذا التاجر سبق ضبطه واتهامه في قضيتي مخدرات بجلب شحنة كبيرة من الحشيش وترويجها على عملائه في محافظات مدن القناة. كان معاه مبالغ مالية بالجنيه والريال السعودي والاسترليني والدولار واليورو. تفاصيل أكثر عن هذه العملية مع اللواء أحمد الخولي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. مساء الخير يا سيادة اللواء. مساء الخير عمر بيه. أهلا وسهلا يا فندم. تفاصيل هذه العملية. والله احنا الحمد لله ربنا وفقنا، يعني احنا في إطار مكافحة المخدرات وضبط البؤر الإجرامية ومتابعة كبار تجار المخدرات وفقا للخطه الموضوعه من قبل وزاره الداخليه تحت اشراف السيد الوزير، رسبنا احد كبار تجار المخدرات وجالبي المخدر الحشيش من خارج البلاد. تابعناه وراقبناه وحددنا مكان تخزينه للمخدرات واتخذنا الاجراءات القانونيه وظبطناه وظبطنا المخزن الخاص به في كميه كبيره جدا من مخدر الحشيش وحوالي اكثر من 3 مليون جنيه وعملات بقى أكتر من 20,000 جنيه دولار واسترليني ودينار أردني، واتخذنا الإجراءات القانونية وحاولنا للنيابة العامة والنيابة العامة دلوقتي بتتخذ مع الإجراءات القانونية. الخبر اللي عندي بيقول إنه تم ضبطه في قضيتي مخدرات يعني من قبل كده كده وحكم عليه، يعني كان قضى مدة العقوبة ولا كان هارب؟ لا كان قضى مدة العقوبة. كان قضى مدة العقوبة. ده يعتبر من أكبر تجار المخدرات في المنطقة. كبار جالبي المخدرات. جالبي يعني هو المستورد. ومقيم في منطقة اسمها وادي الملاك تابعة لمديرية أمن الإسماعيلية. وظبطنا في منطقة الإدارة في الإسماعيلية أطبقوا عليه وظبطوه الحمد لله وربنا وفقنا. وربنا وفقنا في الفترة اللي جاية إن إحنا نحاول نمنع دخول المخدرات ووجودها في إيد المتعاطين. كان في يعني في الفترة الماضية حضرتك برضو قلت لنا عن ضبط كميات كبيرة جدا يعني على سفن وجاية من برا. هل في الأسابيع القليلة الماضية تمت عمليات كبيرة من هذا النوع؟ احنا في هذه الأطوار ورصدنا سفن لمراكب بتحمل مخدرات من المغرب وبتجي دول حوض البحر المتوسط، لكن احنا الحمد لله كل اي مركب بتنزل مخدرات في ليبيا وتوصل للحدود المصريه وتدخل داخل السوق المصري احنا بنتابعها وبنتابع تجار المخدرات. زي ما انت شفت كده حضرتك احنا ظبطنا مراكب في البحر عشان نمنع دخول المخدرات، واللي بيفلت ويدخل جوه احنا بنتابعه بنظبطه بنمنع عشان نمنع وصول المخدرات الى المصانع. هو مش عارف حضرتك متابعنا ولا لا، هو الراجل اللي قاعد جنب المخدرات ده هو اللي التاجر؟ هو التاجر بس انا في الشارع معلش. طيب يا فندم اشكرك شكرا جزيلا. تحت امرك عمرو بيه. تحت امر حضرتك. شكرا يا فندم. اللي هو احمد الخولي مدير الاداره العامه لمكافحه المخدرات.